الرقيب احمد حسن رحال مرتبات دار دفاع الجو اللواء 82 اعلن انشقاقي انا وزملائي عن الجيش الاسدي وانضمامنا الى الجيش السوري الحر. تتوالى الانشقاقات اليومية في صفوف جيش النظام السوري، فصيل جديد يعلن انضمامه إلى الجيش الحر لحماية المدنيين والمتظاهرين من بطش كتائب الأسد وشبيحته التي استباحت المدن والبلدات السورية الثائرة. تصعيد للعمليات العسكرية يقول مراقبون تسارع بها قوات نظام بشار الأسد في محاولتها اليائسة للحد من نفوذ قوات الجيش الحر الذي يتمتع بدعم شعبي واسع، حيث بدأ انتشاره يشكل تهديدا عسكريا واضحا لتشكيلات الجيش النظامي. وبحسب محللين فإن القوات التي يعتمد عليها بشار الأسد والمشكلة من خليط من القوات الخاصة والشبيحة المسلحين من أصحاب الولاء التام باتت غير قادرة جغرافيا على احتواء قوى الجيش الحر المتصاعدة في كافة أنحاء سوريا. وبحسب محللين أيضا فإن الظروف الدولية التي منعت حتى الآن من إنشاء منطقة عازلة تكون معقلا للجيش الحر أسهمت بشكل أو بآخر في انتشار هذا الجيش في المدن والبلدات الثائرة وانطلاق عملياتهم من تلك المناطق، ما بات ينذر بصعود قوة عسكرية تجابه وبعنف كتائب بشار الأسد التي تحاول إخضاع المناطق الثائرة بشتى الوسائل. هذا ما يردده السوريون في مظاهراتهم، فالجيش الحر بات أملهم الأكبر في ظل عجز دولي مميت عن اتخاذ أي إجراءات تردع بطش الأسد ضد الشعب السوري يوميا. هذا الشعب الذي شهدت على شجاعته الشعوب خرج إلى الشوارع وهدفه الوحيد هو نيل الحرية والكرامة.